وقلت كنمشي للعراسات كيعمل شي واحد تليفون هذاك وكل الناس ماش عايسمع هو 40 تليفون وبقات باش الامور هذه تفردت عليك بواحد الطريقه تجبرتي راسك في صافي يعني كنتي كتحاربها ولكن الله ما شاء وهذا الشيء هذا عندي عليه شهود انا ماشي زعما كنقول شي حاجه حلمتها الناس اللي كيعرفوني قدامين عارفين هذه المساله من بعد وفي راسك كنت كنشوف شي تليفون تهز قبل دي كنت فافه وكنت ظن انا كنهضرك على راسي هذا ماشي زعما نقول عاد شوف شي واحد هاز التليفون قبالتي كنتظن كنت فافا باش نقول صافي دخلت بعض عيط نحفظ عيط ومع المده صافي يعني ما بغيتش كنقدر نمنع الناس وانتشروا الفيديوز و80 الفيديوز 80% الفيديوز اللي انتشروا انا عاقل 80 ما هو الاصل 90% 90% الفيديوز اللي انتشروا لي في طاليا هذه المدينه فانا دائما كنقول ان هذه المدينه عندها عليا واحد الفضل عظيم يعني الخدمه غالبا هنا واللقاءات وطنجه الحمد لله نفعني الله بها ماديا ومعنويا بنيت الدار ديالي وقال لهم الناس هنا سخيه في طنجه الحمد لله هذه شهاده الانسان انا دائما كنقول في المبادره ديالنا مؤسسه مشروع الحياه كنقول لهم كبير 70% او اكثر او 80 كذلك ديال الناس الجاليه المغربيه وطنجه في المغرب اكثر المدن اللي كيساهموا معنا طنجه ولو انني ولدت طوال مدينه طنجه حيتاش انا كيعرفوني بزاف وفي خارج المغرب اكثر الناس الجاليه المغربيه هما اللي كيساهموا فكانت البدايه هكذا وقالوا فيديوز ماجين وكذا تبارك الله هذا لك تبارك الله عليك سيري دوان حبيب غادي نرجع لك بعد ما نشاهد الكرام الان وصلنا الى وصفه وسائط الخير مع السياحي نتيجه عن السياحي اللي نجم نزلت الى اليوم السلام عليكم صباح النور عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير الجو هنا في تطوان كاين شويه ديال البرد والريح والضباب المهم خرجوا واحد اليومين سخونين وفرحنا بهم عاو من بعد رجع الجو ديال الشتوى والحمد لله على كل حال وكل شيء ديال الله هذا ما كان عملتكم هذا اللايف هذا فيه رساله ان شاء الله للناس بخصوص واحد الموضوع قبل ثلاث أشهر تحية ليك أخي هاشيم القايد قبل ثلاث أشهر كنت لقيت واحد الأخ هنا في تطوان اللي هو اسمه عبد الحكيم من نيجيريا عبد الحكيم بيناكي كومين هذا الشخص اسمه عبد الحكيم من نيجيريا قبل ثلاث أشهر من اليوم قبل ثلاث أشهر كنت لقيت به صدفة وانت كتعرفهم هنا في البلاد ديالنا مغربين وسمحوا في بلادهم وجاوا لهنا المغرب باش يعني يكملوا الطريق ان شاء الله لاوروبا يخدموا الانسان كيفتش على لقمة العيش وكيطلبوا المساعدة وملي تلاقيته جاني في واحد الساعة اللي كانت الامور يعني ميسرة وكان عندي واحد المبلغ مالي
ديال واحد السيد كان عطاه لي انني باش انا دابا انا عامل فيديو ان شاء الله ملي نسالي استناني تما قلت لكم بان كان عندي واحد المبلغ مالي مهم كان بعض الناس كيكلفوني انني كيقول لك خير رضوان انا ها واحد الامانه تصدق بي على الناس او شي حاجه بحال هكذاك ومن بعد ملي عطيتو هذا المبلغ هذا فرح بزاف هو ومشينا بحالنا كل واحد مشى بحاله ومن بعد ثلاث شهور تلاقيتو دابا هذا الصباح هذا اش قال لي قال لي انا فرحان تلاقيتك والمعاونه ديالك المره اخرى فرحت بيها وراني ديك الفلوس اللي عطيتيني شريت منهم التليفون دابا كنهضر مع الوالده ديالي في نيجيريا كيهضر مع الام ديالو دابا في نيجيريا وقال لي الاسم ديالها نجات ياه نجات وفرح دابا فلهذا كنقول اننا حنا هاد الناس هادو هما مغربين وهما عندهم ظروف وانهم جاوا لهنا يخدموا ولا باش ينطلقوا من هنا من المغرب نحو اسبانيا فمحتاجين اننا نعاونوهم والحمد لله تبعت قلت له ان شاء الله نعاونك حتى دابا وقلت له نعطيك شي حاجه بالفلوس تصيفطهم لناجات تو مادري وي ان نيجيريا شي مادري نجات ليكا نجات ما شاء الله وقلت له تصيفط شي بركه للاسره ديالك وفي نفس الوقت عاودي ديباني هنا وفراح هو مبشور ومقبول هما كاملين مقبولين ومبشورين والله يحفظهم ويعني ونتمنوا اننا نكونوا نقولوا نقوموا بالواجب في اكرام الضيف هذا ما كان وهو باغي يقدم واحد الرساله بالانجليزيه للناس ان انجليز امي ساقي فرا لاخنتي I want to let the world know one thing in this life. People, the Muslim people are not bad people. So for me, I experience good things about them, just like this man. I have never seen Muslim like this man. Gracias, muchísimas so gracias. I thank you people for cooperating. Thank you people. اللي بغيت نوصلها لكم هذا الفيديو هو اننا نعاونوا الناس هادو اللي جاوا لهنا للبلاد ديالنا ونقدموا لهم يد مساعده حتى ما استطعناش نعاونوهم بالمال بالكلمه الطيبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرصة سعيدة أنني نتواصل معكم في هذا المباشر هذا على انستغرام في زيارة إلى مدينة طنجة مع جمعية باقي الخير اللي عندهم هنا مبادرة إفطار الصائم وتحت شعار عمل الخير ونساه وعند الله تلقاه والرئيس ها هو كغي يهدر معايا دابا بس دقي يهدر في تليفون ها هو أنا ما نعقلش عليك اقطع عليهم اقطع السلام عليكم. عليكم السلام. سليمان فراج رئيس جمعية باقي الخير في طنجة. مرحبا بك خير رضوان. شكرا. متابعين ديالك على انستغرام. الله يحفظك. مرحبا بكم معنا في مقر ديال جمعية باقي الخير. حنا عاملين اللايف. جمعية باقي الخير كنفطروا 300 شخص يعني كنوزعوا 300 فطور و 300 عشاء. بارك الله فيك. الحمد لله الفطور كما تشوفوا كيشمل على الماء، دانون، حليب، تمر، لاباشكيري، بغرير، رغايف، جبن، كونفيتير، وجبة العشاء، شلاضة، يعني الديسير ديالها، وكنطلبوا الله يتقبل منا. آمين آمين. معنا والشركة تنساعدوا معنا. نبداو معاكم ها هادو التمر عاملين لهم ها الجبن، دانون، الحليب، والتمر ها هو بالقرقاع. ما شاء الله الخيرات والبنان البنان هالبنان والبنان والمزاح واللينقاص هانا ها هانا خي هانا الرضا الرضا ما شاء الله عندهم 300 وجبة عشاء وفطور يوميا والعام اللي ما جي غنزيدو حتى السحور غيكونوا يفتحوه ياه دابا عشاء دو صافي ما حنا العام اللي ما جي نعملو حتى السحور اجي يا خي هانا ها هذا السويهلة الله على نسيمة لابوكا واللوز هذيك المواد الخطيرة ها انتم ها ها انتم ها هذه المبادرات ديال باقي الخير
هادو المبادرات اللي عملوا عطاو للناس المواطار، عطاو هذا المساد الحلوى البير، بزاف فتحوا حانوت العائله اسره التمر. هذا الماء وهذا انا معاهم ما زرتهم المره اخرى انا الزين والتباتة وتبوقيصه ما شاء الله عليا الله يحفظني.